كثفت وزارة الداخلية التواجد الأمني بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية. حرصا من وزارة الداخلية على منع التلاعب في أسعار تعريفات ركوب السيارات، فقد كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما تم تنظيم حملات مرورية على خطوط سير سيارات الأجرة بمختلف المحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.